طبعا انا لاعب نادي الفيوم، محمود اوراني هاشم، بلعب خط وسط وهاف ليفت. طبعا المشكله كلها اللي احنا كلنا موجودين دلوقتي بسبب الاداره، ان احنا بيكتبين ان احنا ممتنعين عن احنا ممتنعين فعلا عن التمرين وكده، لحين حصولنا على حقنا اللي احنا بقالنا 3 شهور ما خدناهاش، لا مرتبات ولا عقد ولا نسبة عقد ولا خدنا أي حاجة غير 12.5 من النسبة التانية، وجايين يجيبوها لنا بعد 3 شهور في الآخر بيخصموا منها فلوس. فدي حاجة غريبة جدا، وأنا أول مرة كمان أشوف نادي لحد خلاص الموسم قرب يخلص ما خدناش جزمة كورة ولا ترنج. الترنج إحنا جايبينه دافعين حوالي بتاع 150 جنيه عشان نجيب ترنج لينا كلعيبة بنادي الفيوم، هما مش شايفين ده كله، غير إن هما كل شوية احنا رايحين للمكان الفلاني هنجيب فلوس على حسنا. طب فين الفلوس دي؟ انتوا بتجيبوا الفلوس دي بتودوها فين؟ على حسنا كإدارة بقى كمدير فني. والمدير الفني بصراحة انا واحد من الناس، انا مش عايز اخبط في حد، بس هو اللي قال لنا لو ما طلعتش فلوسكو انا معاكم في اي قرار، لو ما طلعتش فلوسكو قبل الماتش كمان لا اقعدوا وانا معاكم. جينا قعدنا بنبص نلاقي تاني يوم بيلعب بالناشئين. طب انت بناء على ايه؟ وانا مش هقول اي حاجه تانية غير ربنا موجود طبعا، وربنا شايف كل حاجه، واللي حقنا ان شاء الله مش هنسيبه، وهنعمل شكوى في اتحاد الكوره وهنتكلم في كل اللي يخصنا، لان الناس دي بتشرف بينا في كل مكان ان احنا واخدين فلوسنا واخدين كل حاجه. احنا مش واخدين فلوسنا اصلا ولا واخدين اي مستحقات لينا. وطبعا ده مش لعيب واحد، ودي اخر حاجه انا طولت عليكم، بس احنا مش لعيب واحد، المجموعه كلها الفريق كله 25 لعيب. استحاله يكون هم غلط، استحاله يكون هم واخدين فلوسهم وقاعدين، ما فيش حاجه تقنع حد بالطريقه دي. انا لاعب نادي الفيوم، اسمي عمرو ثابت سيد، بلعب سيرد باك. بطالب مجلس الاداره واداره الفيوم ان هم يا جماعه احنا كلاعيبه احنا بصراحه تعبنا بصراحه، يعني احنا ما فيش مستحقات من اول السنه، احنا واقفين جنب النادي من اول الموسم ما فيش مستحقات ما بناخدهاش في ميعادها. لبس ما جالناش، جزمة كورة اللي هي احتياجات اللاعب، الحاجات البسيطة دي ما خدناهاش. فاحنا واقفين جنب مجلس الإدارة بنتمرن على طول بانتظام، بنلعب ماتشاتنا بانتظام، عاملين نتائج كويسة مع النادي، رافعين اسم الفيوم بمعنى أصح لدرجة عالية. بنطالب يعني مجلس الإدارة ان هم يقفوا جنبنا زي ما احنا وقفنا جنبهم، هم يقفوا جنبنا يعني وفروا لنا مستحقاتنا. يعني عيب يا جماعة ان احنا مثلا لعيب ياخد له 500 جنيه في الشهر، ما يقعد 3 شهور 4 شهور ما ياخدش مرتبه غير مستحقاته، وما خدناش غير 25% بس من العقد بتاعنا. ال 25% الثانيه جينا ناخدها، يعني جينا قالوا لنا يوم 15/3 رئيس النادي وعدنا بميعاد يوم 15/3، ما جيش نفذ، ما نفذش الوعد. جه قال لنا يوم 30/3 برضه ما نفذش الوعد. جه يوم 30/3 اعطينا 12.5% وفيها خصومات. احنا كلاعيبه بصراحه احنا خلاص، يعني اللعيبه جابت اخرها، اللعيبه بصراحه يعني كل امكانياته ضعيفه، يعني امكانيات اللعيبه كلها ضعيفه، يعني مستويات الناس هنا في الارياف هنا مستوى ضعيف اصلا. فانت واحنا عودنا اصلا ما تكملش 12-15 ألف جنيه كل لاعب عقده. فيعني يا جماعه احنا بنطالب بس مجلس الاداره بس يقف جنبنا، وان هو عشان خاطر احنا ما نتخذش قرار يضر مجلس الاداره اول حاجه، يضر النادي ويضرنا برضه في الاخر احنا كلاعيبه، ان احنا مثلا احنا عايزين نعمل لنفسنا اسم، ان احنا نروح السنه الجايه حته كويسه، واخدين نادي الفيوم محطه بلدنا محافظتنا، عايزين نعلى بنادي الفيوم ناخده محطه ان احنا نروح السنه الجايه حته كويسه، دوري ممتاز، اللعيبه كلها مميزه جدا بشهاده مدربين اللي معانا في الدوري، كابتن صبري المنياوي وكابتن ايمن الجمل والناس كويسه دي. فاحنا بنطالب بس مجلس الاداره ان هو يدينا مستحقاتنا، وربنا يسهل ان شاء الله عشان ما نعملش مشكله، واحنا ولو اعطانا مستحقات احنا ننزل تمريننا عادي ونلعب ماتشاتنا ومفيش اي مشكله عادي. عاشور، بلعب في نادي الفيوم. وحضرتك المشكله الاساسيه للفرقه هي حاجه واحده، ان اللعبه دي محتاجه مستحقاتها عشان تقدر تيجي التمرين، يعني اللعبه لازم عايزه فلوس عشان تيجي التمرين، وهي ما ينفعش كوره من غير فلوس. احنا بقالنا 3 شهور ما قبضناش مرتب، خدنا من اول الموسم لحد دلوقتي 25%، وبقينا 3 اجزاء ما خدناهمش، 3 اقساط. حضرتك ازاي هنيجي التدريبات؟ احنا اصلا ممكن نروح التمرين، اللعيبه ما معهاش فلوس تيجي التمرين. احنا حتى الماتشات الوديه ما بيوفرولناش، احنا جزمه الكوره ما خدناش جزمه الكوره نتمرن بيها، ما خدناش اصلا ترنج نيجي نروح بيه، جبنا الترنج من حسابنا، فاحنا ازاي هنلعب؟ يعني كمان احنا عايزين نصعد، عايزين نعمل حاجه، احنا شايفين مجلس الاداره ورئيس النادي مش عايز كده، يعني هو اصلا مش عايز يصعد، مش عايز يعمل حاجه.
احنا كلعيبه عايزين نخلي الفيوم في المرتبه فوق، عايزين نصعد دوري ممتاز، اللعبه دي عايزه تلعب دوري ممتاز، لكن النادي عندنا مش عايز، النادي عندنا عايز يجمد نشاط الكوره. النادي عندنا قعدنا مع رئيس النادي اكتر من كذا مره، ادانا وعد ما خدناش فلوسنا، ونيجي نتكلم معاه يقول لنا هتاخدوا فلوسكم اول حاجه كان 31/3، بعد كده 15/3، بعد كده 30/3، ما حصلش اي حاجه وما خدناش فلوسنا. فاحنا بنطالب رئيس النادي لو سمحت، لو سمحت احنا عايزين نيجي نلعب كوره تاني، اللعيبه دي كلها بتحب الكوره، واللعيبه دي مش منقطعه عن التدريبات ولا الماتشات، اللعيبه دي نفسها تيجي تلعب وتصعد نادي الفيوم، بس اللعيبه دي محتاجه فلوس تيجي التمرين والماتشات. طب انتوا بناء على كده يا كابتن عملتوا ايه يعني؟ ايه قراركم؟ احنا حضرتك احنا دلوقتي احنا ممتنعين عن التدريبات والماتشات لحين صدور اي قرار من مجلس اداره. مجلس اداره قرر حاجه واحده بس، ان هو يمشي اللعيبه او يسرح اللعيبه ويكمل بالناشئين، مش عايز يحل اي موضوع. احنا حضرتك عايزين نيجي نكمل ونلعب الماتشات، لكن هم مش عايزين كده، هم مش فارق معاهم صعود او اي حاجه. بشكر حضرتك. محمد حنين لاعب نادي الفيوم، بلعب مهاجم. حضرتك احنا طبعا انا ما كانش ليا يعني كنتش عايز اطلع واقول ده، طبعا ده نادي في الاول والاخر محافظتي، بس احنا طلعنا اللي احنا زهقنا من كتر الوعود. حضرتك احنا توعدنا كتير، حضرتك في ناس كتير من الفرقه مسؤول عن التزامات والاكل عيشها الكوره، وعود اكتر من مره، بقالنا 3 شهور ما بناخدش مستحقات 25% ما خدناهاش. احنا مش عايزين الا حاجه بسيطه، حاجه بسيطه يعني حاجه كلها رمزيه، عودتنا اصلا كلها رمزيه يعني مش حاجه مش كتيره، تمام؟ عايزين بس يكون في صدق يعني صدق في المعامله والكلام ده، اهم حاجه اللي احنا عايزينه. احنا بنحب الكوره وعايزين نلعب للفيوم من غير اي حاجه، بس عايزين كلمه كويسه، عايزين صدق مش عايزين كذب. بصراحه احنا افتقدنا الصدق من بعد يعني رحيل كابتن جمال خفاجه. بصراحه كابتن جمال خفاجه بصراحه كانش بيضحك علينا، كان بيوعدنا بكل حاجه صح. على فكره انا اول مره اتعامل مع كابتن جمال خفاجه، واتعاملت مع كابتن رضا اكتر من مره، بس بصراحه كابتن جمال خفاجه انا ليا الشرف ان انا اتعاملت معاه، ان هو يعني كلمه واحده بصراحه ما بيكدبش علينا، تمام؟ كنا بنيجي حتى عشانه، تمام؟ وقف معانا كتير. اما كابتن رضا مصطفى بصراحه يعني مش هنقول ولا حرضنا، بس هو كان متفق معانا في القرار، تمام؟ هو متفق معانا، قال لنا انا معاكم في اي حاجه قبل ما احنا نتكلم او نقول اي قرار، تمام؟ قلنا له خلاص يا كابتن ما فيش فلوس احنا مش هنيجي، مش هنيجي. قال خلاص وانا اقولكم مش هاجي. ازاي احنا من تاني يوم نلاقيه هو مجمع الناشئين وكتب لنا منشور على الفيس تم تكليف الجهاز الفني بتصحيح لعبه الفيوم وتصعيد الناشئين. الكلام ده ما حصلش طبعا، ده لا فعلا بقى هو اللي قال لنا لو ما فيش فلوس اقعدوا، تمام؟ يعني وطلعنا 12.5%. احنا مش طالبين غير يعني حقنا. هتعملوا شكاوى كابتن في اتحاد الكوره؟ ان شاء الله، احنا ايد واحده 25 لعيب ان شاء الله. يوم الاحد خدنا ميعاد في اتحاد الكوره ان شاء الله احنا نقدم الشكاوى مهما تصف، احنا مش فارق معانا، بس عايزين حقنا، احنا مش طالبين حقنا. وهم على فكره هم بداوا يعني مش عايز اقول يعني تعدوا الاصول معانا، بس احنا لحد دلوقتي محافظين، بس اكتر من كده يحصل ان شاء الله احنا ناخد اجراءاتنا القانونيه وناخد حقنا ان شاء الله.